السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا لأن هو بيديك كل الأدوات المجانية. يعني أنت عايز أنت فيروس بس مش عايز تجيب حاجة وتعمل كراك، في مشكلة، في حرمانية، في شبهة. فالمهم الموقع دوت هيقول لك إيه المواقع اللي هي بتديك برامج ببلاش، هيديك البرامج اللي هي مجانية سواء أوبن سورس أو مش أوبن سورس، المهم إنها مجانية ومش هتطلب منك إن أنت تدفع فلوس. طيب ممكن تقول له اكسبلور اول، أنا عايز أتصفحهم كلهم، او تقول له اسمهم لي كاتيجوري وتبدا تختار اللي انت عايزها، او تعمل سيرش موجود السيرش. فانت ممكن تقول له مثلا انا عايز الادوات المجانيه الخاصه بالمانجمنت، فيبدا يجيب لك كل الادوات المجانيه. وتقدر تختار تقول له انا عايز الفري تولز، او عايز الاوبن سورس، او عايز الحاجات اللي هي فري تو تراي، زي مثلا وينرار بيقول لك جربها بس ما بيقفش. يعني وينرار ما فيش مره وقف عند حد، لا بيقول لك ايه كل كام مره كده هنطلع لك رساله تنبيه لو انت حابب تشتري. تمام. طيب فادوات قويه جدا وكلها مجانيه، فانا اتمنى تشاركوا الموقع دوت والفيديو ده مع الناس، وما تنساش تعمل لنا لايك.